في قاعدة فقهية بتقول المشغول لا يشغل. يعني إيه المشغول لا يشغل؟ يعني لو إنسان ما صامش أيام من رمضان ودخل عليه رمضان الجديد، ما ينفعش في رمضان الجديد يقول إن أنا هصوم نفس الأيام في رمضان، لأنه ذمته بقت مشغولة بصيام الأيام الجديدة. النهاردة إحنا بنتكلم عن الانشغال بالله سبحانه وتعالى. من صفات العبد الرباني إن هو دايما منشغل بالله سبحانه وتعالى، دايما حياته كلها فيها انشغال بالحق، انشغال بربنا سبحانه وتعالى. أنا كعبد عادي بنشغل بالدنيا، بنشغل بعيالي، بنشغل بمراتي، بنشغل بوظيفتي، بنشغل يعني ممكن نشغل بحيات كتير كناس عاديين. العبد الرباني بيعيش حياته كلها، بيعيش كل اللي احنا بنعيشه، بيعيش منشغل بعياله بولاده بمراته والكلام ده كله، ولكن ورا ده كله هو منشغل بحد تاني خالص، هو منشغل بالله سبحانه وتعالى. لأن احنا زي ما قلنا في حلقة الابتداء بالله، قلنا ان العبد الرباني بيعمل توازنات ما بين الدنيا وما بين الآخرة، ما بين الحق وما بين الخلق. هنا بيظهر عندي العبد الرباني ده ازاي بيعمل التوازنات دي، ازاي هو يبقى مع ربنا سبحانه وتعالى ومستغرق في جمال الله، وفي نفس الوقت عايش حياته مطمن بربنا، عايش حياته بيأدي فيها رسالته، عايش حياته بيحقق فيها أهدافه. ازاي العبد الرباني بقى بينشغل بالله في كل حركة وفي كل سكون، ده اللي هنشوفه مع بعض النهاردة ان شاء الله. الفرق بيني وبين العبد الرباني كعبد عادي إن العبد الرباني ده متوجه دايما لربنا سبحانه وتعالى، ولا يشغله توجهه إلى الله سبحانه وتعالى عن إنه يقوم بكل أدوار الحياة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم محدش يقدر يقول إن النبي لم يكن منشغلا بالله، النبي كان أكثر الناس انشغالا بالله سبحانه وتعالى، ولكن برغم ذلك النبي كان بيقوم بكل الأدوار مع الخلق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب منشغلا بالله، ولكن في الحرب ربنا بيقول له وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالنبي هنا قاري الموضوع ده كويس وعارف انه ربنا هو اللي بيرمي، وربنا هو اللي بينصر، ربنا هو اللي بيوجه، وربنا هو اللي بيأيد، ولكن في نفس الوقت برغم انشغاله في هذه الحرب لم يكن منشغلا عن القيام بحق المؤمنين. ربنا يقول له وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، يعني وانت في قلب الحرب فأقمت لهؤلاء المؤمنين الصلاة ويعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الحرب، وفي نفس الوقت في الحرب ربنا يقول له وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم منشغل بالله، ولكن في نفس الوقت قايم بحق أهله، في نفس الوقت قايم بحق المؤمنين اللي هو المفروض أنه بيربيهم وبيرعيهم وأنه هو اللي مسؤول عنهم صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت بيشتغل على العدة والعتاد والقتال. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هي القصة كلها إن العبد الرباني عبد مستغرق في الانشغال بالله سبحانه وتعالى، وكل حركاته وسكناته مرتبطة بربنا سبحانه وتعالى. لكن احنا بقى منشغلين بحاجة من الاتنين، يعني انت منشغل بالله سبحانه وتعالى وبتعمل زي النبي وبتأدي كل أدوارك، وعلى فكرة الموضوع مش صعب انك تبقى عبد رباني، دي مش حاجة مستحيلة، ده بس انت انشغل بربنا سبحانه وتعالى من جواك، لب النداء اللي ربنا سبحانه وتعالى ناداك به من قديم. هو العبد الرباني بس ربنا رفع له الحجاب فسمع النداء ده، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هم شاهدوا فانشغلوا، احنا ما شاهدناش فانشغلنا بقى بالحاجة التانية، انشغلنا بالدنيا وبالولاد وانشغلنا بالحياة وما انشغلناش بربنا سبحانه وتعالى. ده الفرق بيننا وبين العبد الرباني. العبد الرباني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من رآني فقد رأى الحق، لأنه ليس فيه ذرة لنفسه، هو دايما مشاهد لله ومستغرق في الله. وبعدين سيدنا عبد الله بن عباس يسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أولياء الله يا رسول الله، فيقول له الذين إذا رؤوا، يعني لو شفتهم ذكر الله، يعني أول ما تشوفهم تفتكر ربنا وتذكر الله وتقول سبحان الله ما هذا النور، سبحان الله إيه الجمال ده، سبحان الله إيه الراحة والسكينة والطمأنينة دي، يطمئن قلبك إليهم. العبد الرباني وصل للدرجة دي لأنه منشغل بالله في كل حركاته وسكناته. وعلى فكرة الموضوع مش صعب، الموضوع إحنا كلنا ممكن نبقى عباد ربانيين، بس خلي قلبك يشاهد
جمال ربنا سبحانه وتعالى، وخلي قلبك ينشغل بالله، واعمل ما تشاء في هذه الحياة. أي إنسان عادي فينا بيبقى عنده حيرة في مشاكل في حياته، عنده تشتيت، مش عارف ياخد قرار، مش عارف يروح فين، أختار لنفسي ولا سيب ربنا اللي يختار لي، أعمل إيه بالظبط؟ كان واحد اسمه أبو الحسن الشاذلي كان على نفس القصة دي، كان كل شوية متضايق ومن من من نار التدبير، إنه عمال يفكر في أمور حياته، فراح يدور على حد من الشيوخ يدله على الرضا، ويدله على حد عنده رضا بالله سبحانه وتعالى ومرتاح قوي كده، علشان يعرف الراجل ده عمل ايه فيعمل زيه. زي ما كلنا بندور وبنسأل ازاي نوصل لدرجة الرضا، ازاي يبقى مرتاح وقلبي مطمن. ابو الحسن الشاذلي وهو ماشي قال: وصفولي ولي من اولياء الله يسكن في جبل من الجبال. فرحت له، قال: فلما دخلت وصلت بالليل فوجدت هذا الولي يدعو الله في المكان اللي هو بيتعبد فيه، وبيقول له: اللهم إن أناسا من خلقك سألوك أن تسخر لهم الخلق فأجبتهم إلى ذلك، اللهم وإني أسألك اعوجاج الخلق علي حتى لا يكون ملجئي إلا إليك. أنا واقف بره بسمعه وهو في المكان اللي بيعبد ربنا فيه، اللي منقطع فيه لعبادة ربنا، بيقول له: يا رب في بعض الناس سألوك إن أنت تسخر لهم الخلق، يعني تديهم بقى الأسباب ومفاتيح كل حاجة، فأعطيتهم ذلك. أنا يا رب بقى بسألك حاجة تانية، أنا بسألك عكس ده، بسألك إنك تخلي الخلق كله يعوج عليا. ده إيه الكلام ده؟ ليه؟ قال له: حتى لا يكون ملجئي إلا إليك، منشغلا بالله سبحانه وتعالى. فلما أصبح سأله أبو الحسن: يا سيدي كيف حالك؟ قال له: يا بني أشكو إلى الله من برد الرضا والتسليم كما تشكو أنت من حر التدبير والاختيار. فقال له: يا سيدي، أما حر التدبير والاختيار، يعني نار التدبير والاختيار والحيرة والتشتيت اللي أنا فيها، أعرفها، ولكن كيف تشكو إلى الله من برد الرضا والتسليم؟ كلام عجيب جدا ده، احنا الناس كلنا بنتمنى ان احنا نوصل لمرحلة الرضا والتسليم، ان احنا نبقى مسلمين لربنا وراضيين بكل اللي ربنا عمله. لكن العبد الرباني لما بينشغل بالله وبيدوق حلاوة الانشغال بالله سبحانه وتعالى، دي مرتبة اعلى من الرضا واعلى من التسليم لله. العبد الرباني سأله ابو الحسن الشاذلي، قال له: كيف هذا؟ ده طب انا عارف النار الاختيار والتدبير دي حاجة توجع القلب، كل يوم ادبر لنفسي، أنا عايز ربنا هو اللي يدبر لي، لكن بقى إن أنت تشكو إلى الله من برد الرضا والتسليم، ده أمر عجيب، إزاي ده يحصل؟ قال له: يا بني إني أخاف أن تشغلني حلاوتهما. حلاوة الرضا والتسليم دي لذة عالية قوي، الإنسان يبقى راضي ومسلم لربنا، لكن هو بقى مش عايز ينشغل بهذه اللذة عن الله سبحانه وتعالى، لأنه عبد رباني. قال له: يا بني أخاف أن تشغلني حلاوتهما عن الله، مش عايز حاجة تشغلني عن ربنا سبحانه وتعالى. فتعجب زي ما احنا كلنا بنتعجب، شوف احنا بندور في منطقة ايه والراجل ده بيبص في منطقة ايه، الناس دول في مسافة بعيدة، الناس دول في برج عاجي، لا الناس دول شغلوا قلوبهم بس بربنا، فربنا أشهدهم جماله فسجدت قلوبهم لله. طيب أبو الحسن الشاذلي قال له: طب أنا عايز أسألك على حاجة كمان، أنا سمعتك امبارح وانت بتناجي ربنا بالليل وبتقول: يا رب اللهم إن قوما سألوك أن تسخر لهم الخلق فسخرت الخلق لهم، وإني أسألك اعوجاج الخلق علي حتى لا يكون ملجئي إلا إليك. ما هذا الدعاء؟ ده دعاء عجيب، في حد بيطلب الابتلاء، في حد بيطلب، هي الفكرة مش إنه بيطلب ابتلاء ولا إنه بيعمل نفسه قوي، لا هو بس عايز يفضل قلبه متعلق بربنا سبحانه وتعالى. فبيقول له: يا بني إذا كان الكون كله لك، يعني كل الخلق ربنا سخره لك، وكانوا لك، أكانوا يغنونك عن الله من شيء؟ هيغنوك عن ربنا بحاجة؟ شوف مشاهدته للجمال الإلهي خليته ينظر للموضوع إزاي. الخلق كلهم لن يغنوا عنه من الله شيئا، وإذا كان الله معك فمن سيكون عليك؟ الدنيا كلها تبقى متسخرة لك لو كنت مع ربنا وكان ربنا معاك سبحانه وتعالى
فلا تشغل قلبك بغير الله. كلنا دايما بنبقى مشغولين بالحاجات اللي بتحصل معنا في حياتنا، مشغولين بالتشتت ومش عارفين ناخد قرارات في حياتنا في حاجات كتير، لان احنا مشغولين بحياتنا، بندور على ان احنا نوصل للرضا والتسليم. اشغل قلبك بالله سبحانه وتعالى ودرب قلبك على كده. كل ما هتشغل قلبك بالله كل ما ربنا هيفتح لك انوار في قلبك ويديك من اسراره، لان انت تبقى مطمن وتبقى مرتاح. كل ما هتشغل قلبك بالله سبحانه وتعالى كل ما يوصلك لراحة البال والرضا، كل ما يوصلك لمرحلة التسليم. إذا كان قلبك منشغل بالله سبحانه وتعالى وكان الله معك، فالكون كله سيكون معك. وإذا كنت منشغلا بغير الله فلن يغني عنك الكون كله شيئا من الله. العبد الرباني لما بينشغل بالله بتبقى حياته كلها بالله ولله، متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا سكن فمن الله، لأنه ربنا بيقول له وله ما سكن، فهو بيجعل نفسه من الساكنين اللي هم لله. وإن تحرك فبالله، لأن ربنا بيقول قل سيروا، فهو يسير في الكون بالله. وإن أكل يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هو شايف إن ربنا سبحانه وتعالى كما أمر الخلق أن يطعموا الخلق مثلهم، فهو أولى لأنه منشغل بالله إن ربنا سبحانه وتعالى يطعمه، لأنه يطعم من يد الله سبحانه وتعالى، والذي هو يطعمني ويسقين. هذا العبد المنشغل بالله سبحانه وتعالى يتحقق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن يكون نطقي ذكرى وصمتي فكرى. هذا العبد الرباني المنشغل بالله أول ما بتجيله حاجة بينزلها بربنا سبحانه وتعالى، لأنه في حياته كلها منشغل بالله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر بن الخطاب في معركة اليرموك كتب له أبو عبيدة بن الجراح: يا أمير المؤمنين، نزلت بنا نازلة شديدة، العدو كثر يا أمير المؤمنين وأوشكنا على الانهزام، فأرسل إلي جيشا أو انظر ماذا ترى. يعني شوف انت هنعمل إيه. سيدنا عمر جاءه الكتاب وهو في مجلس مع الصحابة، لما قرأوا هذا الكتاب بكى الصحابة، وكان أكثرهم بكاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وأشار على سيدنا عمر بن الخطاب أن يخرج بنفسه، إن هو يروح بنفسه وأن يخرج معه المسلمين، علشان يبقى المسلمين عددهم كبير فينتصروا في هذه المعركة. سيدنا عمر سكت شوية لأنه كان من العباد الربانيين، وطبعا سيدنا عبد الرحمن بن عوف أيضا من العباد الربانيين، لكن كل واحد بيبقى له حال، كل واحد بيبقى له مقام. سيدنا عمر كان في الحال ده منشغل بالله سبحانه وتعالى، مش بقى عنده حسن ظن في ربنا، لا، العبد الرباني ما بيبقاش عنده حسن ظن في ربنا، ده بيبقى عنده حسن يقين. وفي فرق بين حسن الظن وحسن اليقين. سيدنا عمر كتب إلى سيدنا أبي عبيدة بن الجراح وقال له: يا أبا عبيدة، إنه ما نزل بأحد من المسلمين نازلة أو حاجة فأنزلها بالله. هنا هو بص لمين؟ وبص لربنا سبحانه وتعالى، فأنزل حاجته بالله، فقال له فأنزلها بالله إلا جعل الله له منها فرجا ومخرجا. قاتل بإذن الله وستنتصر. هنا كان الدعم الرباني لسيدنا أبي عبيدة بن الجراح والجيش المسلمين كان فارق جدا في ان هم ينتصروا، وما انتصروا بانفسهم، ولكنهم انتصروا بالله، لانهم اول ما فكروا نزلوا الموضوع على الاسباب. فسيدنا عمر وجههم ان هم يحولوا قلبهم لله سبحانه وتعالى وينشغلوا بان ربنا هو اللي هينصرهم، فكان النصر لهم من الله. العبد الرباني منزلة عالية وعبد منشغل بالله سبحانه وتعالى ليل نهار في كل سكناته وفي كل حركاته. طب أنا مش هلحق أوصل للدرجة دي، طب أعمل إيه؟ العبد الرباني عايز أقولك برضو عبد لا يريد إلا الله، هو منشغل بربنا بس. فاللي منشغل بربنا بس ومشاهد جمال ربنا مش هيبقى عايز أي حاجة تانية غير ربنا سبحانه وتعالى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أمره أن يجالس المنشغلين بالله، أن يجالس العباد الربانيين. ليه؟ لأنهم محل نظر لله سبحانه وتعالى.
ربنا قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. العباد دول اللي هم سيدنا عمار، سيدنا صهيب، سيدنا خباب، سيدنا بلال، أهل الصفة، هؤلاء الناس كانوا يعبدون الله لا يريدون إلا الله، ولكن كانوا فقراء وكانوا مساكين، كانت قلوبهم منكسرة لله سبحانه وتعالى. المسألة هي علاقة العبد بالله سبحانه وتعالى وقلبه متصل بربنا ومشغول به إزاي. هو عاوز ربنا بس، ليه بقى؟ لأنه من جالس جانس. هنا الكلام مش للنبي بس، كلام للنبي ولينا إحنا من خلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحبة الصالحين تنقلك إلى معرفة رب العالمين. ربنا بيقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع من؟ وكونوا مع الصادقين. سيدنا يوسف بيقول له رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سيدنا سليمان وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في الدنيا علشان تحشر في الآخرة مع الصالحين مع الصادقين، في الدنيا جالسهم، من جالس جانس. فأنت لو قعدت مع العباد الربانيين زي أبو الحسن الشاذلي ما قعد مع الولي الصالح، نقلوا درجة ورفعوا مرتبة. كان هو بيدور في مرتبة التدبير والاختيار، كلمه عن الرضا والتسليم. لما وصل للرضا والتسليم كان بيكلمه عن معرفة الله وحده سبحانه وتعالى والانشغال بالله الواحد الأحد. كل مجالس الصالحين وكل مجالس اللي قلوبهم منشغلة بالله سبحانه وتعالى، العباد الربانيين، لن يعود ذلك عليك إلا بكل خير، فجالسهم ستجانسهم. وعلشان توصل للمرتبة ديت، مرتبة إنك تبقى عبد رباني منشغل بالله سبحانه وتعالى، لابد أن ينقطع من قلبك، زي ما ابن عطاء الله السكندري بيقول، لابد أن ينقطع من قلبك شهوة الوصول إلى الله. يعني يبقى حاسس إن هو مش أهل للخير ولا للفضل ولا إن هو ياخد هذه المنزلة، بيبقى شايف نفسه أحقر وأقل من إن هو ياخد المنزلة دي ويوصل للفضل ده. وإنما الأمر كله فضل من الله سبحانه وتعالى، والفضل فضل الله لا يعطى لعلة عامل، نزه إلهك عن سوى ومثال. Thank you.